تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خنشلة بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشخص متورط في تخزين وبيع المؤثرات العقلية، وذلك بوسط مدينة خنشلة مع حجز كمية معتبرة من الأدوية بالإضافة إلى معدات مستغلة في الترويج. بعد التنسيق مع الجهات القضائية بخنشلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه بعد إعداد خطة أمنية محكمة كللت بحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 558 كبسولة من المؤثرات العقلية الشبيهة.